الله يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فإن سأل سائل لماذا لم يرزقني الله ورزق فلانا ورجل أحمق وظالم وفاجر، فالله يقول إنه بعباده خبير بصير. لماذا أصاب الله فلانا بمصيبة؟ فجوابها في الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فهو عليم ونحن لا نعلم، ويعلم لماذا أصاب هذا الشخص بهذه المصيبة ونحن لا نعلم. قد يصيبه بها لذنب ارتكبه، قد يصيبه بها لرفعة درجاته، قد يصيب بها اختبارا وامتحانا منه سبحانه.